Des médias nationaux et même étrangers ont assuré que l'Algérie a définitivement fermé la porte à une adhésion au BRICS. Monsieur le Président, qu'est-ce qui justifie cette position ferme ? Moi, je n'ai fait aucune déclaration officielle. Mais je donne belé. Nous avons besoin d'entrer le mandat de BRICS pour des raisons précises. لما شفنا إلى ما آلت إليه البريكس الأسباب هذه أصبحت غير واضحة. إذن الرغبة تاعنا في الدخول للبريكس ما بقاتش نفس الرغبة اللي كنا احنا كنا باغيين نفوتوا مع كتلة والمستقبل كشف. لكن سيد رئيس الجزائر عندما قدمت الملف اعتقد في اجتماع جنوب إفريقيا قيل أن هناك بعض من تحرك لمنع الجزائر من الدخول لهذه المجموعة. هل هناك أطراف اللي داروها يعرفوا اللي ما أطروش في الجزائر. هذا هو. وحنا يعرفوا الجزائر بصفة عامة كدولة كرئيس كجمهورية ولا كمواطن النيف هو النيف النخوة. ما بغيتش الله يسهل عليك روح أنا مانيش محتاج. وفينالمون هادو اللي ربما عارضوا الجزائر باش تدخل ربما فادوها معليش احنا ما اصدقائنا يبقوا اصدقائنا الباقي الدوله اللي تبغي تتقوى تكل على ابنائها قبل كل شيء تكل على ابنائك وعلى اقتصادك وبني اقتصاد قوي ما تحوش تبني اقتصاد بنتاع الغير هذا هو خلاص القول. الجزائر تطلب يعني صفحه البريكس نهائيا؟ لحد انا شخصيا مانيش خمم فيها خلاص. لان رغبتنا والرغبه ما زالت قائمه هو ان دخولنا في بنك البريكس. الجزائر دخلت البنك. بنك البريكس خلاص تم القبول ودخلنا وربما نشارك بمليار ونص دولار نشري اسهم لان بنك البريكس هو البنك الجديد للتنميه. C'est l'équivalent de la Banque mondiale. Et dont le capital est aussi important que celui de la Banque mondiale. C'est même l'adhésion à la Banque des BRICS renforce notre statut de pays non aligné. Bien sûr. Et un pays non aligné, puis un pays émergent. الجزائر ستضيف يعني مساعد المشاركة في البنك. تحدثتم عن 1.5 مليار دولار. زيدوا ترفعوا هذه المشاركة أم لا نعطوها هو البنك يطلب لك كل مرة كل عام تدفع طرف من هذا المليار ونص مش تدفع هذا ماشي دفعة واحدة لا ماشي دفعة واحدة